من سمعية بصر ضمن القيمة المضافة التي يمكن أن يحتاج اللجوء إلى متعاملين يعني أخر مؤسسة عمومية تحترم القوانين وتنسجم مع الإطار العام تاع السياسة ولنا راح نكونوا دائما مع الحدث مباشرة كي الأعمال الجزائرية على الجهاز الذي نعود نقول المحتوى تصريحاتكم في تطور كبير صراحة في وكالة الأنباء، وهذه يعني ثاني حاجة يعني ديرها وكالة الأنباء في وقت قصير بعد إطلاق الرسالة باللغة الإسبانية والموقع باللغة الإسبانية. هذا مهم جدا لأنه في إطار الخدمات، ولكن أنا نتمنى أنه الآن يعني وكالة الأنباء الجزائرية تدير أسعار ترويجية والقنوات الخاصة راح يكون لها هذا الدافع، خاصة في تغطية النشاطات المحلية بصوت والصورة وفي مختلف المجالات، إذا الكل راح يكون مستفيد. هذه قفزة نوعية لوكالة الأنباء الجزائرية والتي تدخل في إطار إصلاح وتقوية الإعلام العمومي الذي اليوم يسترجع مكانته في المشهد الإعلامي الوطني وحتى المشهد الإعلامي الدولي. وأظن أن بما شاهدناه اليوم من عمل ومن اجتهاد من طرف وكالة الأنباء الجزائرية وما لوحظ عند المؤسسة الوطنية للتلفزيون العمومي والإذاعة الوطنية والمؤسسة البث التلفزيوني، أظن هناك اليوم استرجاع مكانة الإعلام العمومي الوطني في المشهد الإعلامي، وهذا يكون بالفائدة وبالقيمة المضافة للإعلام الوطني بالعموم، لأن عندما يكون الإعلام العمومي قوي وذو مصداقية وهذا يعود بقطيرة لكل الوسائل الإعلامية الأخرى الخاصة. بخصوص المنصة، احنا اللي احنا اليوم حبينا نديروا لقاء بشكل ودي مع شركائنا اللي هما يعني مفترض انه يكون مشتركين في المستقبل القريب ان شاء الله. هذه المنصة هذه يتم بلورتها من خلال داتا سنتر اللي عندنا احنا على مستوى المؤسسة، وتضمن مجموعة من المزايا والخصائص التي تمكن شركاء تاع سمعية البصري يعني القنوات التلفزيونية والويب تيلي وحتى المواقع الإلكترونية المهتمة بمجال سمعية البصري وحتى الإذاعية أيضا، لأننا نضمن القيمة المضافة التي يمكن أن يحتاجها نسيج سمعية البصري الذي يتطور خاصة في هذه المرحلة بالذات التي تتميز أن الإرادة قوية على مستوى السلطات العمومية من أجل تطوير القنوات التلفزيونية والإذاعية.